ألف صوت من هذه المباراة. والله لو ضاع الصوت، والله لو باحت الأصوات، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. جماهيرنا كلاف وملايين. معناها والدبكة غني معنا والدبكة انزت عبد الخوف والربكة نحبوا الروك ولا في الشبكة ها ونحسوا هانا وراكم بار وصغار واخين معاكم كلها تسأل على حالكم في العليل نحبوا الروك يا شعب بلادي كل عام حين بخير حد ما يوقفنا كان العليل كبير بينا جيبي بري عالطبلة والبنتين لصوت يعلو فوق صوت الجماهير تسعين دقيقة انسى فيها كولي فيه حب الجو هبالي بيه كانت توزي هزي بيه خرج لكريتا اللي فيه اصحابي العائلة والمدام المومين كل اعتصام هانا بدينا بيك العام اين انت يا عصام صور بوردو يا بيكاسو فيهم لعب ماركي براسو شعب التونسي حب الهيجة وبيزو براس بهيجة يا شعب بلادي كل عام حين بخير حد ما يوقفنا كان العليل كبير بينا جيبي بري عالطبلة والبنتين لصوت يعلو فوق صوت الجماهير ويجا فرحانة وشعليل برشا اللي جيت اليوم نتفرج على الصغار هذه حاجه بالنسبه لي يعني معناها شرف لي نجي لنا في كوبا كوكاكولا نعرف اللي فما برشا ملاعبيه قدم لعبوا في المسابقه هذه وان شاء الله نشوفوا صغيرات معناها فرحانين ويعديوا فام تاع التورنوا باهيه وان شاء الله بوركوا با دان 3 او 4 ans نشوفوا الملاعبيه ذوما معناها يمشوا لجامعات كبيره في تونس وينورونا ان شاء الله بالعمل اللي نجم كل شيء يجي نعرف اللي مو سهل واحد باش يلعب في كيب سينيور في تونس خاصه في جمعيه كبيره نشوف اللي كل شيء بوسيبل نعرف اللي فما برشا ملاعبين عندهم دي كاليتي خاطر في تونس عندنا الموهبه الكبيره لكن ديما يلزم ديسبلين ولازم برشا كونسنتراسيون برشا خدمه اللي تخلي العابد يكون عنده بوسيبيليتي كبيره باش يكون يلعب في ان شاء الله نهار في نيفو باهي بيان سور سي تري امبورطون واحد يبدا مثقف لو مينيموم معناها لازم يكون ما اول حاجه متربي لازم يكون مثقف لازم يعرف يحكي لازم يعرف يجاوب اني نشجعهم الكره والقرايه سي تري امبورطون معناها بالنسبه للملاعبي وبيان سور نشجعهم باش يكونوا يقراوا باش يكونوا ان شاء الله في المستقبل حاجه فاعله في تونس ان شاء الله فوالا ما احلاهم كاو ان شاء الله يعطيهم ربي الوقت الطيب وكاو الدوره بالحق باهيه برشا ان شاء الله تواصل خاطر اللمه نتاع الصغار هذوما حاجه باهيه برشا يتعرفوا وليدات صغار على ولاد كيفهم من كل الولايات تقرب اكثر الصغيرات وحاجه مهمه معناها الولاد هذوما ناس مغرومه بالكوره تحب توصل في الكوره تحلم باش توصل نجوم في الكوره معناها فريمون انيسياتيف باهيه برشا لا الكرة راهو القراية كي يرجعوا المسؤولين كما كانوا قبل ترجع وتنجح خاطر قبل كانوا الوليدات مرتبطين يكمل يلعب بالبولتان وقت اللي تتراجع نتائجه الدراسية يقولوا سامحني برا ارتاح في الدار اقرا على روحك ووقت اللي تحسن النتائج وترجع النيفو نتاعك ترجع تكور والله أنا توا قبل يمكن في الديريكت يمكن توا الولاد دوب مدخل معناها ايمن استان بون اكزامبل بالنسبه للولاد الصغار كلها تحلم تفرش في الشامبيونز ليغ نعرفوا قداش الشعب مغروم بالكوره ايمن من لي زيكزامبل باهين في الرياضه التونسيه كيما صالح الماجري كيما وائل جلوز كيما منى شباح
كيما برشا بنات في الجودو ولا في السكريم، يعني تونس ولاده، فهمت؟ كل شيء.